ببيع تذاكرها بالكامل عبر شبكة الإنترنت، خطوة لقت ردود أفعال إيجابية، خاصة وأنها تندرج ضمن سياسة النادي التسويقية الجديدة. متابعة المزيد في تقرير مراسلنا ياسين معرش. الرجاء يدخل عالم التسويق الرياضي بشكل قوي. مع انطلاق الموسم الحالي انطلقت عمليات بيع التذاكر والمنتوجات الخاصة بالنادي على شبكة الانترنت. الرجاء قام ببيع كامل تذاكر مباراة دوري الأبطال أمام الترجي على شبكة الانترنت. التذاكر بيعت بالكامل في غضون أيام قليلة. التجربة ناجحة بجميع المقاييس الحمد لله. كان أول فريق مغربي اللي بدا هذه التجربة ديال بيع تذاكر أونلاين. اليوم بداوها ببطائق الاشتراك اللي عطات واحد المؤشر قوي بأنه يقدر ينجح تذاكر أونلاين. دونك دزنا لهذا المشروع. المشروع عنده 11 شهر دار بشراكة مع الناس ديال كازا إيفنت والناس تراجع. الحمد لله كاين زيرو ريسك، ما كاينش المشكل. الناس كتقتني التذكره ديالها مباشره من انترنت، كتقتنيها مباشره للملعب. الحمد لله كانت التجربه كما قلت لك ناجحه. كيقتنيوا ببطائق بنكيه، دونك هادي ما غادي يكون الا لصالح الكره المغربيه ان شاء الله. بيع التذاكر على شبكة الانترنت يدخل في إطار سياسة تسويقية للنادي تهدف لتحسين صورة الرجاء والبحث عن شركاء بإمكانهم دعم الفريق. بيع التذاكر هو تصد بشكل واضح للسوق السوداء والترسيخ لثقافة الشفافية بين كامل مكونات النادي. اول حاجه الهدف هو ان الناس يكونوا كيدخلوا الموقع الرسمي باش يشريوا تذاكر المقابلات. وكيف ما لاحظتوا ان الرجاء الرياضي واداره نادي الرجاء الرياضي دابا عملات على ان تذاكر المباريات يتباعوا في الانترنت، ودابا في كل مقابلات على الميدان راه كنبيعوا التذاكر على الانترنت. ودابا الهدف هو ان هادشي يكون في واحد ليسباس كليغ في لو سيت ويب، يدخلوا الجماهير يلقاو المقابلات كاملين ويختار المقابله اللي بغاها وياخذ لو تيكي ديالها. هذا هو الهدف ان شاء الله اللي بغينا نوصلوا ليه. وبالاضافه الى ذلك بغينا ان لو سيت ويب يكون واحد المكان اللي الناس يدخلوا ليه باش يشريوا المنتوجات الرسميه للنادي. متابعة مباريات الرجاء في مركب محمد الخامس بات أمرا سهلا لجماهير القلعة الخضراء في انتظار أن تحظى جماهير الكرة في المغرب بنفس التعامل. الرجاء يدخل عهدا جديدا بتسويق تذاكره ومنتجاته على شبكة الانترنت. تذاكر مواجهة الرجاء والترجي بيعت بالكامل في خطوة أثارت الكثير من ردود الأفعال الإيجابية. ياسين معرش، بين سبورتس، الدار البيضاء. إذن الرجاء على خطى الوداد، إن استطعنا قول ذلك. قلد ولا تحسد، الوداد سبقه باستعمال هذه التجربة الناجحة، طرح تذاكر مباراته الأخيرة في الديربي التي جمعته مع غريمه الرجاء طبعا بهذه الطريقة ونجح الأمر. خطوة جميلة وجديدة وناجحة كما يبدو، هل هي متأخرة؟ بكل تأكيد كما قلت هي خطوة جيدة بالنسبة للنوادي المغربية التي تحتاج إلى استثمارات أقوى لكي تحصل على إيرادات أقوى لكي توقع عقود مع لاعبين كبار، ومن ثم تتحصل على مراتب ليس فقط في الدوريات الأفريقية وإنما أيضا على الدوريات العربية وأيضا الدوريات القريبة جدا. الأرقام تشير إلى هزالة هذه الأرقام. القيمة الميزانية الرجاء البيضاوي تقدر بنحو 16 مليون دولار، وهي قيمة ربما لأقل لاعب في الدوريات الأوروبية. إذن نحتاج فعلا خطوة إيجابية، خطوة جيدة، ولكنها تأخرت على اعتبار أن هناك تحول عالمي نحو التجارة الإلكترونية. الآن سوق الإعلانات على المستوى العالمي الإلكتروني منه يشكل نحو 45 إلى 50%. إذن من العيب ومن غير الممكن أن نتجاوز هذه الطفرة الإلكترونية، هذا التحول الإلكتروني نحو التجارة الإلكترونية ولا نستثمره. إذن هناك تأخر في استثمار مثل هذه المجالات الكبيرة جدا. نقارن الرجاء بالفرق العربية، لا تذهب بعيدا إلى أوروبا وإلى مناطق أخرى، دول عربية لا يزال بيع تذاكر في الشباك في الملعب. ربما أنا قلت بأنه خطوة إيجابية. لا، هناك تجارب في أكثر من دولة عربية على هذا الصعيد، لكن تبقى تجارب جنينية تحتاج إلى تطوير. عندما نتحدث عن كرة القدم المغربية، لماذا قلت هذا الأمر؟ لأن هناك شغف كبير جدا لدى الجماهير المغربية. نحن نشوف نرى كل يوم تيفو عند الرجاء عند الوداد، أصبح الآن ديربي عالمي. الصورة التي يقدمها الجمهور الشغوف يحتاج إلى ما هو أفضل.
نحتاج الى ما هو افضل على مستوى الاستثمارات. اذا كانت لدى الرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي ايضا والانديه المغربيه رؤيه استثماريه لاستثمار هذه القاعده الجماهيريه الكبرى، سيكون بكل تاكيد في المستقبل هناك استثمارات واموال ستعود بالنفع للنادي لتوقيع عقود، ومن ثم الرقي بكره القدم المغربيه التي تعول الان فقط على المحترفين وليس على اللاعبين المحليين. اذا هذه الخطوه ايجابيه ولكن في تقديري جاءت متاخره، فاما المهم هو ان نخطو خطوه الى الامام. صحيح. اعتقد كما قلت انه حق التواصل الاجتماعي الان اصبح هو الغالب، الفيسبوك تويتر الى غير ذلك، اصبحوا الناس اكثر التصاقا بالواقع الافتراضي بعيدا عن الواقع الحقيقي. صحيح. عدا عن ان مثل هذه الخطوه تماما عدا عن ان هذه الخطوه ستقطع الطريق امام السوق السوداء. لأنه بيع التذاكر، أنا سأشتري التذكرة اليوم ب$20 وسأبيعها غدا ربما $100، وهذا طيب. سيؤثر تأثير سلبي. ألا يمكن أن تبيع تذكرة إلكترونية؟ تماما سيكون بنفس الطريقة، سيكون ربما من الصعب جدا لأنها مشفرة. وربما سيتم التبليغ عن مثلها أو لأي على المستوى الإلكتروني. سنحصل على نوع من الشفافية في البيع إلى حد ما، طبعا في أسواقنا العربية ربما الأمر بعيد، لكن الأصل في البيع التذاكر. هناك دائما من يخلق الفيروس، من يخلق دائما هناك من يخرقون القانون، هناك مفتاح أيضا لفتحها، هناك من يخرقون القانون. لكن التذاكر الإلكترونية أولا تساعدنا في تجاوز وقطع الطريق على السوق السوداء، وأيضا تنظيم دخول الجمهور، لأنه يكون هناك ربما اشتباكات، ربما هناك أعطاب، ربما الكثير. إذا التذكرة الإلكترونية والدخول من البوابات الإلكترونية، لأن التذكرة الإلكترونية تحتاج إلى بوابة إلكترونية في الملعب، وهذا الأمر ينظم ويدعم شغف الجماهير. لكن كما قلت بأنه بالنسبة للجماهير المغربية تحتاج إلى ما هو أفضل، ومن ثم أنا أدعو المسيرين في نادي الرجاء البيضاوي والوداد أن يستثمروا هذا الشغف وهذه القاعدة الاستهلاكية الكبرى لكي يحصلوا على العائدات الكبيرة جدا. شكرا جزيلا لك محمد. شكرا لك المشاهدين الكرام. شكرا لك. مشاهدينا برنامج المؤشر ما يزال متواصلا معكم، فاصل ونواصل بإذن الله. أهلا بكم من جديد. أعلنت مجموعة بأن الإعلامية وشركة دانتسو بالنيابة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا توقيع اتفاقية لمدة عامين ستحصل بموجبها بين سبورتس على حقوق البث الحصرية في بطولة كأس العالم للأندية في 24 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وستقام كأس العالم للأندية في نسختي 2019 و2020 في قطر لأول مرة في تاريخ البلاد، وستبث مباشرة وحصريا على قنوات بين سبورتس يتابعها الملايين من المشاهدين في جميع أنحاء المنطقة. وبهذه المناسبة قال يوسف العبيدي الرئيس التنفيذي لمجموعة بأن الإعلامية إنه بفضل ما تتميز به قنوات بي سبورتس من استوديوهات ومرافق عالمية المستوى في الدوحة، إلى جانب مجموعات متألقة من المواهب والموظفين المتمرسين، فإن بي إن سبورتس تفخر ببث هذه البطولة الدولية المرموقة لأندية كرة القدم لملايين المشاهدين في جميع أنحاء المنطقة. أعلنت محكمة في مدريد عن تبرئة الدولي الإسباني السابق تشابي ألونسو من تهمة الاحتيال الضريبي بعد أن طلبت النيابة العامة بداية بسجنه لخمسة أعوام قبل أن تخفضها لنصف هذه المدة. وبحسب الشكوى التي قدمت ضد ألونسو فقد تم اتهامه بالتهرب من دفع ضرائب في إسبانيا بقيمة تجاوزت $2 مليون عن حقوق صورته بين عامي 2010 و2012 حين كان يدافع عن ألوان ريال مدريد، وأرسلها إلى شركة تتخذ من جزيرة ماديرا البرتغالية. وكلفت محكمة مدريد بالنظر في هذه القضية، لكنها أقفلت الملف معتبرة أن المقصود لا يتجاوز حدود رفع مستوى الدخل، إلا أن النيابة العامة ومصلحة الضرائب أطلقتا نهاية 2017 القضية من جديد. لكن المحكمة أفادت أنه كان من المستحيل الحديث عن تستر وغش، لأن نقل حقوق الصورة قد تم بشكل رسمي من خلال إبرام عقد موقع في عام 2009 بين ألونسو والشركة البرتغالية. بعد أسابيع على رحيله عن لوس أنجلوس جالاكسي، بات زلاتان إبراهيموفيتش شريكا في نادي هامربي السويدي لكرة القدم. نادي هامربي نشر تغريدة عبر صفحته الرسمية في تويتر أعلن فيها أن النجم السويدي بات مستثمرا في النادي بعد شرائه ل 50% من أسهم شركة AGG الأمريكية، أحد المساهمين في النادي والتي تمتلك كذلك نادي لوس أنجلوس جالاكسي.
وهامر بي عمره قرن وأربع سنوات. عقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ناديا فاينورد بمنعه من بيع تذاكر لمشجعيه لحضور مواجهة بورتو